في سؤال ليك في نهاية الفيديو، تابع معنا. شخصيتنا النهاردة ولد قبل البعثة بعشر سنوات، نشأ في كنف النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصابت قريش فترة من القحط والجوع والفقر، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والده أبو طالب ابن عبد المطلب. هو أول من أسلم من الفتيان، أسلم وهو صغير، عرف عنه الشجاعة، نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في العشرين من عمره، دون الخوف من القتل، فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قيل أنه أول فدائي في الإسلام. عرف بالذكاء والتفقه في أمور الدين والحكم. هو أيضا أحد العشر المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وممن توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. نعم، إنه رابع الخلفاء الراشدين، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم الرسول وصهره، أبا الحسن والحسين، زوج السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. اشتهر بالفصاحة والحكمة، فينسب له الكثير من الأشعار والأقوال المأثور، ويعد أيضا رمزا للشجاعة والقوة، ويتصف بالعدل والزهد. ويعتبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من أكبر علماء عصره علما وفقها، إن لم يكن أكبرهم على الإطلاق. تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ملازما له أينما ذهب، وكان يذهب معه في غار حراء للتعبد والصلاة. كما قيل أنه قبل الإسلام كان حنفيا، لم يسجد لصنم قط. لذلك يقول المسلمون كرم الله وجهه، وقيل لأنه لم ينظر لعورة أحد قط. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، بعث النبي يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء. هو آخر الناس هجرة إلى المدينة، لكي يرد إلى الناس ودائعهم التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر وحيدا مشيا على الأقدام حتى تورمت قدماه، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على قدميه، فيقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، لم أشعر بألم فيها قط طيلة حياتي، إلى أن استشهد رضي الله عنه وأرضاه. نحن نتحدث عن شخصية عظيمة، مثابرة، شجاعة، قوية جدا. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر، لأعطين الراية غدا لرجل يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من أهم أعماله أنه نقل مقر الخلافة إلى الكوفة بدلا من المدينة، لتسهيل الانتقال بين أرجاء الدولة الإسلامية. أيضا من أهم أعماله تنظيم الشرطة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وأيضا تنظيم شرطة خاصة ببيت مال المسلمين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه طبق العدل بين الناس، ورفع المظالم عن الرعية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ قال علي بن أبي طالب، رضيت. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 600 حديث، فهو أكثر من مجموع ما رواه الخلفاء الراشدين الثلاثة. اهتم بتفسير كتاب الله حتى أنه قال أو كان يقول، سلوني عن كتاب الله، فما من آية نزلت إلا وقد عرفت، بليل نزلت أم بنهار، بسهل نزلت أم في جبل. تعرض علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه للكثير من التشويه والمغالاة والكذب والافتراء والأخبار التالفة التي لم تصح عنه. استمرت مدة خلافته 5 سنوات، إلى أن استشهد على يد عبد الرحمن بن ملجم أشقى الآخرين. شارك علي بن أبي طالب في جميع الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا غزوة واحدة، فما هي؟ إذا عندك معلومة تانية عن سيدنا علي بن أبي طالب، ياريت تشاركنا بها في الكومنت. وإذا عجبك الفيديو لايك وشير. شكرا، سلام.